السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد شيتو، ودي الكبسولة رقم 22 من سلسلة كبسولة سنة أولى. النهاردة معانا برنامج جميل جدا، برنامج اسمه هو تاتشد ماي فون. برنامج طبعا ده ليه علاقة بالناس اللي بتخاف على الخصوصية بتاعتها أو البرايفسي بتاعها. البرنامج بمنتهى البساطة يا جماعة، وظيفته إنك لما تكون مثلا قافل موبايلك شاكك إن في حد بيجي يمسك التليفون بتاعك مثلا وبيفتحه، أو بيحاول يخترق التليفون يحط باسورد، أو بيجرب يعني كلمة مرور ليك. فالبرنامج وظيفته هنا إنه بيلقط صورة للشخص دوت، فطبعا بعد كده تعرف ان كان في حد بيحاول يفتح الموبايل بتاعك. ناخد مثال عشان نفهم اكتر. اول ما نفتح البرنامج كده يا جماعه، طبعا نضغط هنا على زر باور دوت اللي هو الشكل ده، تمام. اول ما نضغط عليه كده هيطلب من هنا صلاحيات الوصول للفوتوز بتاعي الجاليري عامه، يعني هنقول له مثلا هنا اوكي، وطبعا يوصل للكاميرا، تمام. هو كده المفروض ان هو شغال. لو جينا بصينا هنا هنلاقيه هنا فوق شغال هنا اهوت اللي هو بروتكشن انيبل ديت، تمام كده. طيب احنا دلوقتي في حاجه برضو هوريها لكم. هنا عامه الضبط بتاعه لو دخلنا فيه، هو الضبط ما فيش فيه اي حاجه يعني ملفته او كده، فسيبوه زي ما هو يعني، تمام. طيب هنيجي مثلا احنا هنا نقفل كده الموبايل، تمام. وهنفترض ان في حد جه مسك الموبايل دلوقتي علشان يحاول يجرب يفتح الباسورد او كده. هنجرب ان احنا نكتب ايه باسورد غلط مثلا ونقول له دان، فهو هنا ايه ما جابهوش، تمام. جيت انت بعد كده بقى ايه عايز تكتب انت الباسورد ايه الصح، تمام. جيت كتبت مثلا باسوردك الصح ادي خالص، فتحت التليفون. وانس ما هتيجي تخش هنا على البرنامج هيجي هنا يقول لك هنا ان في حد حاول يفتح التليفون بتاعك، وطبعا جايب لك التاريخ والوقت وكل حاجه، تمام. انا جبت هنا كده طبعا كمان، بس ما كنتش ظابط الموبايل على وشي قوي، فهو ايه يعني ما جابش الوش كله، تمام. فدي كانت وظيفه البرنامج. هسيب لكم طبعا لينك لتحميل البرنامج في صندوق الوصف، ولو حد عنده اي مشكله او اي استفسار يكتب لي في الكومنتات وهرد عليكم ان شاء الله. ولو عجبك الشرح ما تبخلش عليا ان انت تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناه حسب لغه التليفون بتاعك. انزل تحت الفيديو كده هتلاقي فيه زرار احمر كده مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب، اضغط عليه، وفي جنبه جرس فعل زر الجرس. اشار الفيديو لو تقدر، اعمل لي كومنت حلو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.